مشاهدينا الكرام في مصر والشرق الأوسط والدول العربية والأفريقية والآسيوية وأوروبا وشمال أمريكا وجنوب أمريكا، ورجعنا لكم تاني بحلقة جديدة هنتكلم فيها النهاردة عن تأثير الاستثمار على الدول النامية. طبعا لما نيجي نتكلم على الاستثمار الاجنبي المباشر على الدول النامية، اولا الموضوع كبير هتستحملوني فيه النهاردة لان هتكلم فيه باستفاضة وبشرح وافي عن الاستثمار الاجنبي المباشر والدول النامية اللي هي معادلة بتساوي النجاح لكلا الطرفين. اولا الاستثمار الاجنبي، الاستثمار الاجنبي وصناديق الاستثمار العالمية بتدور دايما على الفرص الاستثمارية الناجحة اللي مش موجودة في بلدانها، في بلدان الصناديق الاستثمارية، وبالتالي بيدوروا على الدول النامية، الدول الخام اللي ما فيهاش قدرة تنافسية او فيها سوق تنافسي عالمي، وبالتالي رؤوس الاموال الاستثمارية اول ما تنزل في الدولة دي او في الدول النامية هتلاقي ان هي هتكون رؤوس اموال سباقة لتصيد الفرص الناجحة جدا اللي هيكون فيها راس المال ده هيتم مضاعفته، وبالتالي هيحقق ارباح وهيعود بالربح والنجاح على اصحاب رؤوس الاموال وعلى اصحاب الصناديق الاستثمارية، سواء كانت صناديق حكومية او صناديق شبه حكومية او صناديق قطاع خاص، سواء كانت صناديق فردية او صناديق مجمعة يعني اصحابها عدة افراد او مؤسسات. دلوقتي لما نيجي نقول انه رؤوس الاموال بتدور على الارض الخصبة او المناخ الجيد للاستثمار، وبالتالي المناخ الجيد او الارض الخصبة هي الدول النامية. يعني ايه الدول النامية؟ الدول النامية هي الدول التي يعني او اللي ما زالت اسواقها ما وصلتش للتنافسية، مش المحلية ولا الاقليمية بل العالمية. هناخد مثال الدول الافريقية على انها دول نامية من دول العالم الثالث، بغض النظر عن المقومات اللي موجودة عندهم والاساسيات اللي موجودة عندهم اللي تؤهلهم ان هم يكونوا اصلا سوق عالمي ذو قدرة تنافسية عالية. نرجع لمرجعنا عن الاستثمار الاجنبي المباشر وتأثيره على الدول النامية. اولا قبل ما يدخل راس المال ويتم ارساله من مكانه للدول او للمكان اللي هيتم الاستثمار فيه، في تحديات وعقبات بتواجه دايما رؤوس الاموال اللي هي بتدور على الفرص الناجحة. اولا لازم في المكان اللي هو اللي قلنا عليه الارضية او المناخ الخصب للاستثمار المباشر الاجنبي، لازم يكون في بيئة محمية من القانون اللي بينظم العلاقات ما بين المستثمر وما بين الجهة المستفيدة. يبقى اذا لازم يكون هناك قانون تنظيمي يحمي رؤوس الاموال اللي بيتم استثمارها في الدولة الفلانية. تمام. ثانيا لازم يكون في استقرار سياسي، لازم يكون في استقرار اجتماعي، لازم يكون في سهولة لتنقل رؤوس الاموال علشان تدخل في مشاريع محددة بعيد عن البيروقراطية، بعيد عن الروتين، بعيد عن القوانين اللي ملهاش يعني لازمة في عالم الاستثمار. وبالتالي انا دلوقتي عشان اهيئ البيئة او النظام المتكامل اللي هيستقبل رؤوس الاموال، يبقى زي ما قلنا لازم يكون في استقرار سياسي، استقرار اجتماعي، قوانين
او قوانين هي تحمي رؤوس الاموال. لما نيجي نتكلم على الاداره او القائمين على الدوله الناميه، انا بوجه لهم رساله، سواء انت مسؤول موجود في وزارة الاستثمار في الدولة الفلانية اللي هتستقبل رؤوس أموال أجنبية، سواء أنت أستاذ في جامعة، سواء أنت سياسي وليك وتكون صاحب قرار. أولا أنت كل واحد فيكو بيتمنى أن بلده تكون الأحسن، بلده تستقبل رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة علشان التنمية، عشان عجلة الاقتصاد تدور، علشان في الأول وفي الآخر المجتمع المحلي أهل البلد يستفيدوا، وفي نفس الوقت الدولة تصعد من مكانتها الحالية لمكانة إقليمية ثم مكانة عالمية، إن هي تكون ذات تنافسية في استقبال رؤوس الأموال للاستثمار المحلي والإقليمي والدولي. وبالتالي على أصحاب القرار إن هم يسهلوا أو يستنوا قوانين تحمي رؤوس الأموال الأجنبية اللي بتدور على فرص النجاح، تدعيم الاستقرار السياسي في بلادهم، سواء كان في حروب أهلية، سواء كان في نزاعات أو منازعات قبلية أو إلى آخره، عليهم إن هم يستنوا القوانين اللي هي تحد أو تساهم في الاستقرار السياسي، عليهم استناد قوانين اللي هي بتعامل رؤوس الأموال اللي جاية لهم من بره بمنتهى السلاسة. زي ما قلنا، زي ما أسلفت، إنه هيتم استقطاع الضريبة على الاستثمار المباشر الأجنبي اللي داخل عندي، بحيث انه بكل سلاسة يدخل الاستثمار الاجنبي المباشر عندي في الدولة في بلدي، وينزل على المشروع المستهدف، ويتم ادارة المشاريع بكل سلاسة وبكل سهولة. وبالتالي احنا كده كدولة بكافة الجهات والمؤسسات اللي بتدعم نجاح اي استثمار اجنبي جايين من بره، بسهل، بعمل فاسيليتيشن، بسهل الطريق وبفتح الطريق قدام الاستثمار الاجنبي انه يجيلي. وبالتالي احنا الاثنين ربحانين، كدولة، كمجتمع محلي، كاستثمار اجنبي جايلي من بره. انا كمسؤول في بلدي، او إداري في وزارة، أو صاحب قرار، لما ببعد عن الروتين وعن البيروقراطية في اتخاذ قراري أو استنان القوانين، بشجع الجهات الإقليمية، الجهات الدولية، المؤسسات العالمية إن هي تيجي وتستثمر عندي. والمؤسسات الدولية اللي بتطلع الريت العالمي بتشجع، يعني طبعا بتدرس وبتتابع اللي بيحصل، وبالتالي بتدي مؤشرات إيجابية للدولة اللي بتسهل الطريق قدام الاستثمار الأجنبي. كده أنا يمكن شوية اتكلمت على جزئية إزاي نعمل فاسيليتيشن، أو إزاي نعمل تسهيل دخول رأس المال عندي. طيب دخل رأس المال عندي في بلدي، أنا كدولة نامية دخل عندي رأس المال، طيب ده هنا هتبدأ الرحلة، لسه رحلة الاستثمار بالنسبة لرأس المال ده. دخل في المشروع الصناعي، أو المشروع التجاري، أو المشروع الزراعي، أو مشروع الانفراستراكشر اللي هو البنية التحتية، أو المشروع العقاري، أو اكس واي زد من المشاريع. أنا كمجتمع محلي أو كدولة، أولا زودت الإنتاج عندي في بلدي، ثانيا خلقت فرص وظيفية للشباب العاطل عن العمل، ثالثا انا حديت من النتائج السلبية للبطالة والجريمة والسرقة الى اخره، رابعا
زودت الاستهلاك عندي. خامسا صدرت للخارج. سادسا حركت عجلة الاقتصاد، أصبحت دولة منتجة. طيب دي آثار أو تبعات بيترتب عليها بداية الاستثمار رأس المال الأجنبي في مشروع، سواء زي ما قلت تجاري زراعي صناعي عقاري انفراستراكشر يعني إلى آخره. دي النتائج المترتبة على بداية الاستثمار. طيب عامة بقى، أنا كدولة، المؤسسات العالمية اللي بتراقب تطور الدول بتديني ريت أو معدل إيجابي بتزودني. بدل ما كان على سبيل المثال مؤسسة فيتش العالمية أو غيرها مدياني بالماينس أو بالسي أو بالبي، هبقى هتنقل للإيه على حسب المعدلات، يعني هتطور، هتنقل من مرحلة لمرحلة، وبالتالي أنا أصبحت لاعب إقليمي وممكن أبقى لاعب دولي فاعل في المجتمع الدولي كبيئة أو حاضنة لاحتضان رؤوس الأموال اللي بتدور على الفرص الاستثمارية الأجنبية اللي تدخل عندها. لو هنتكلم بقى على تأثير رؤوس الأموال على القطاعات المختلفة عندي في الدولة، ده حدث ولا حرج. يعني أنا هتكلم على، يعني أمسك قطاع وليكن قطاع الزراعة، أنا لو فتحت الباب وسهلت القوانين والأسس والنظم لتسهيل دخول رؤوس الأموال، نتكلم نمسك قطاع الزراعة. طيب ده أنا أول شيء هستصلح أراضي جديدة، أنا عندي، خليني أخصص الكلام أكتر على سبيل المثال على بلدنا، على جمهورية مصر العربية، ونفترض إن أنا بطبق كلامي ده على مصر. طيب همسك القطاع الزراعي ده، إحنا أصلا 95% من مساحة مصر فاضية، 5% هي رقعة زراعية بتاعت الدلتا والوادي القديم، ومتاخد منها على مدار العصور اللي فاتت أراضي اتبنى عليها. طيب أنا لما أجي لاستثمارات أجنبية، مع إنه أنا سهلت الدخول ليها للاستثمار في قطاع الزراعة، أنا كده هزود رقم 1 الرقعة الزراعية، رقم 2 هسد الاحتياج المحلي من المواد الغذائية، رقم 3 ده أنا مش هسد بس الاحتياجات، ده أنا هتنقل من مرحلة سد الاحتياجات للتصدير. طب وإيه المترتب على التصدير؟ المترتب عليه فائض من العملة الأجنبية، دخل، مدخول داخلي على الدولة. طيب وبعدين هبني مصانع مواد غذائية اللي هي الصناعات المرافقة للقطاع الزراعي، صناعات المواد الغذائية، هبني مصانع اللي هي مصانع المواد الغذائية أو الصناعات الغذائية المرافقة للقطاع الزراعي، حدث ولا حرج، يعني سواء زي ما قلت اللي هي صناعات أو مصانع الصلصة، مصانع تغليف الرز، مصانع المكرونة، مصانع الماجي، مصانع الزيوت الطعام، مصانع تغليف السكر، مصانع السمنة إلى آخره، ده كله خلق الفرص عمل في للشباب، دخل شهري للأسر، تكوين أسر جديدة في المجتمع، ده بيؤدي إلى إنه عجلة الاقتصاد بتدور. طيب أنا اتكلمت على قطاع واحد اللي هو قطاع الزراعة، بنيجي لقطاع الصناعة، حدث ولا حرج. هل يا ترى رؤوس الأموال اللي جاية من الاستثمار الأجنبي لما دخلت عندي الدولة على بوابة الاستثمار في المجال الصناعي، طيب أنا هصنع،
سيارات، ولا هصنع تليفونات، ولا هصنع أدوات منزلية، ولا هصنع طيارات وأجمعها، ولا هصنع قطع غيار تدخل في الأجهزة الإلكترونية زي التلفزيونات، زي أجهزة الكمبيوتر، جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية، أصنع غسالات، أصنع مكانس كهربائية، أتكلم على إيه؟ خلينا نمسك قطاع واحد في الصناعة أو جزء واحد في الصناعة اللي هو قطاع تجميع السيارات، بلاش أقول صناعة السيارات، على الرغم إنه إن شاء الله في المستقبل هيكون عندنا تصنيع قوي جدا للسيارات. طبعا مصنع نصر للسيارات شاهد على بدايتنا، شاهد على بدايتنا في صناعة وتصنيع السيارات. خلينا نقول تجميع السيارات للبراندات العالمية. أولا إحنا وقعنا اتفاقية وأنشأنا مصنع بالشراكة الإماراتية المصرية في تصنيع أول سيارة مصرية بنسبة 100%. طيب، صناعة أو تجميع السيارات ده بيساهم في إنه عجلة الاقتصاد تدور ولا لأ؟ أكيد بيساهم. هل ده بيخلق فرص عمل للشباب؟ أيوه بيخلق. هل ده بيفتح بيوت جديدة أو بيساهم في زيادة الدخل بتاع الأسر؟ أيوه بيساهم. طب وبعدين؟ لأ، ده في اكتفاء للسوق المحلي من المنتج المصري لتجميع أو لصناعة السيارات، زائد هبقى بوابة لأفريقيا، سياراتي هتطلع للدول الأفريقية، كم وخمسين دولة في قارة أفريقيا، شمال وسط غرب شرق جنوب أفريقيا، ومنها للعالمية. طب ده مش بيساهم في إن المؤسسات العالمية اللي بتراقب إنه تديني ريت أعلى؟ أيوة، وحصل وحصل في الشهور اللي فاتت، فيتش وغيرها وموديز رقت أو زودت مصر، صنفت مصر تصنيف إيجابي. هل إحنا عندنا قوانين؟ أيوة نعم عندنا قوانين، استنينا قوانين سهلنا من دخول رؤوس الأموال؟ أيوة نعم ده حصل. القيادة في مصر عندنا already حاطة القوانين، سهلت البيروقراطية اللي كانت في العصور السابقة، دخلت رؤوس الأموال. لو هتكلم على السيارات، النتيجة أو المحصلة توقيع اتفاقية شراكة إماراتية مصرية في صناعة السيارات المصرية. وقلت مصنع نصر للسيارات شاهد على تاريخنا. ده كله نتيجة التطورات دي كلها ايه؟ تعود على الشعب، على المجتمع، على الفرد، هيحس ان في تطوير في الكواليتي او في الجودة بتاعت المعيشة. انا بتكلم على قطاع الصناعة، على اخترت من قطاع الصناعة خط واحد اللي هو صناعة السيارات. قدام شوية العالم كله هيتكلم عن السيارة المصرية. ممكن اللي بيسمعني يستغرب يقول هو بيتكلم، ايوه مفيش حاجة، كله بدأ، الصين بدأت من 30 سنة فاتت قفلت على نفسها وبدأت صناعة. هل من 30 او 40 سنة كانت الصين غزت بمنتجاتها في كافة المجالات، غزت العالم بالاسلوب الحالي ده؟ لا، الاجابة لا. طيب مفيش حاجة صعبة أو مستحيلة، يبقى إذن هنا آثار الاستثمار أو تأثير الاستثمار الأجنبي على الدول النامية
آثار إيجابية بلا شك. ضربنا مثل في القطاع الزراعي، ضربنا مثل في القطاع الصناعي، واخترنا منه. ده احنا لو اتكلمنا عن كل القطاع الصناعي مش هيكفينا حلقة ولا اتنين، ده احنا عايزين شهر كل يوم نطلع حلقة عن الصناعة، لأن الصناعة فيها يعني مجالات مختلفة جدا، زي ما بيقولوا كده باللهجة العامية من الإبرة للصاروخ. أنا اخترت بس مجال السيارات. طيب اتكلمنا عن القطاع الزراعي، اتكلمنا عن القطاع الصناعي، طيب نمسك القطاع التجاري ونطبق عليه معادلة تأثير رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية على الدول النامية. نمسك القطاع التجاري، القطاع التجاري طبعا لو هنتكلم فيه يعني لو بس مسكنا الشق التصدير فيه هنتكلم فيه مش هيكفينا الحلقة دي، ولكن القطاع التجاري أو التبادل التجاري، أنا لما يجيلي رؤوس أموال أجنبية بتدور أو بتتصيد الفرص في القطاع التجاري. القطاع التجاري بكل بساطة هو البيع والشراء، فأنا اشتري بضاعة وبيع البضاعة، وهامش الربح اللي في النص يعود عليا كدولة ويعود على صحاب رؤوس الأموال المستثمرة. احنا لو مسكنا نموذج زي بلدنا مصر وقعدنا نتكلم على العلاقة ما بين أو تأثير الاستثمارات الأجنبية على القطاع التجاري، فطبعا هنلاقي انه القطاع التجاري الاستثمار الاجنبي بيضيف اضافة ايجابية على القطاع التجاري. لو شفنا الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الدولية الفاعلة كمؤسسات مالية عالمية او حكومات او مؤسسات شبه حكومية او مؤسسات قطاع خاص، هنلاقيها انه اتفاقيات كتير جدا. طيب ده نتج عنه ايه؟ نتج عنه انه استثمارات هائلة بتضخ من كل المؤسسات العالمية دي في القطاع التجاري المصري. طب النتيجة ايه؟ الدولة بتطور حاليا اكبر منطقة اقتصادية في العالم، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدول بدأت تتهافت على إنها توقع اتفاقيات مع الحكومة المصرية علشان تحجز أماكن ليها في المنطقة الاقتصادية العالمية في قناة السويس. طب ده هيدر نتائج إيجابية على أصحاب رؤوس الأموال زي ما قلنا، سواء حكومات شبه حكومات قطاع خاص، وهيدر نتائج إيجابية على الدولة المصرية. طيب وبعد الدولة المصرية الشعب المصري، المؤسسات والأفراد. طب هل هو كده أثر الاستثمار على القطاع التجاري؟ أيوة نعم، تجارة بينية بين الدول، سلع جاية وسلع طالعة، استيراد وإعادة تصدير. احنا هنبقى ترانزيت للاستيراد ثم التصدير، او المنتجات اللي بتصنع عندنا وتصديرها، يبقى كده اصبح فيه شراء وبيع وهامش ربح، والنتيجة زي ما قلنا القناة أو المنطقة الاقتصادية العالمية في قناة السويس. ده أدى إلى إيه؟ خلق فرص عمل للشباب، تشجيع الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة في القطاع الخاص المصري،
ده ايه يعني؟ ده دفع لعجلة الاقتصاد القومي المصري، تنشيط الاقتصاد، حركة رؤوس الأموال. طيب المؤسسات المراقبة العالمية على طول تصنف وتدي درجات أعلى لمصر. يبقى إذا تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الدول النامية في قطاع التجاري يساوي نتيجة إيجابية، تشجيع التجارة البينية، استيراد وتصدير، إعادة تصدير، خلق فرص عمل، فتح بيوت جديدة، زيادة دخل. يبقى ده القطاع التجاري. في قطاعات كتير. طيب القطاع التجاري قبل ما نسيبه هنلاقي انه الدولة بذلت جهد كبير جدا في ان هي تسهل وتشيل البيروقراطية والروتين وتقلل الضرائب على الاستثمار خاصة لرؤوس الأموال الأجنبية والاستيراد والتصدير، اتفاقيات عالمية، اتفاقيات حكومية، اتفاقيات دولية. الحكومة عندنا بتبذل جهد خلف الكواليس، اللي مش متابع مش هيحس بحاجة، ولكن اللي بيتابع هيحس بالمجهود الجبار، بخلية النحل اللي شغال 24 ساعة لإنجاح كافة القطاعات. حبيت أسلط الضوء في النقطة دي على القطاع التجاري. وعندنا وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، يعني لا تدخر جهدا بتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيادة الوزيرة رانيا المشاط لا تدخر جهدا ليل نهار 24 ساعة في التعاون الدولي اللي بيندرج تحتيه حاجات كتير قوي، من ضمنها التجارة البينية أو القطاع التجاري اللي شرحنا عنه وعن موقعه في المعادلة بتاعة الاستثمار الأجنبي. نمسك قطاع تاني خالص وهو قطاع الطيران وقطاع الفضاء. قطاع الطيران، طبعا الطيران وقطاع الفضاء، لو هنتكلم على الاستثمارات الأجنبية اللي تيجي من بره على قطاع زي قطاع الطيران. طيب لو هنمسك قطاع الطيران هنتكلم على محاور كتير فيه، لأن قطاع الطيران والملاحة الجوية والطيران المدني وقطاع الفضاء. طيب لما نبدأ بالشق الأول اللي هو قطاع الطيران، طبعا الاستثمارات الأجنبية اللي ممكن تيجي وتدخل في الدولة لقطاع الطيران يتم توجيهها لبناء مطارات متعددة في محافظات متعددة، هيكون ده استثمار أجنبي مباشر مع الحكومة. بعض الشركات الاستثمارية العالمية بتدخل بنظام البي او تي اللي هو بيلت اوبريت ترانسفير، يعني نبني وندير ونحول، بمعنى انه انا شركة استثمارية عالمية باجي بضخ رؤوس اموال كاستثمار اجنبي مباشر في مع الدولة، في على سبيل المثال بناء مطار في العاصمة الادارية الجديدة. طيب انا يا شركة عالمية هستفيد ايه؟ هدخل بنظام عالمي اسمه نظام البي او تي، بيلت اوبريت ترانسفير، يعني ابني ادير ثم أحول المشروع للدولة بعد 20 سنة، 15 سنة، 30 سنة، بعد ما أكون أنا أخدت حقي زائد الأرباح بتاعتي. طيب في النوعية دي من التعامل كاستثمار أجنبي مباشر، إيه اللي بيعود على الطرفين؟
الطرف الأجنبي اللي هو صاحب رأس المال كمستثمر، والدولة، ثم المجتمع، ثم المؤسسات، ثم الفرد. طيب أولا بالنسبة للمستثمر، أنا كمستثمر حطيت كابيتال أو رأس مال، خرجت بعد 20 سنة بإكزيت استراتيجي أو باستراتيجية خروج، خدت رأس المال اللي أنا حطيته زائد أرباح. طيب ده ترتب عليه نتائج على الدولة وعلى مؤسساتها وعلى المجتمع ككل وعلى الأفراد. أنا طبعا بتكلم على تأثير الاستثمار الأجنبي على الدول النامية، وأخدت نموذج اللي هو بلدنا مصر. طيب التأثير على الدولة، أولا أنا لما ببني مطارات في عدة محافظات أو في عدة مدن جديدة، زي العاصمة الإدارية الجديدة، زي مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، زي المطارات المرصود ليها استثمارات أجنبية أو اللي هي لسه معمول على هيئة دراسات ولسه في الأدراج واللي هتشوف النور إن شاء الله قريب. أولا بشجع حركة السفر والسياحة الداخلية والخارجية، بوظف موظفين في قطاع الطيران، بزود بطريقة غير مباشرة حركة المبيعات، بزود وبنشط حركة الطيران، بزود عدد السياح سواء كانوا سياحة داخلية مصريين أو إقليمية دول عربية أو دولية سياحة عالمية. فده كله بيصب في النهاية على زيادة الدخل للدولة ثم مؤسساتها ثم الفرد. يبقى إذا هنا الاستثمار في قطاع الطيران ده جزء صغير اللي هو إيه؟ بناء المطارات. طب ده فيه ممكن تأسيس شركات طيران خاصة أو شركات طيران حكومية أو شبه حكومية، يعني بدل ما يكون عندي مثلا مصر للطيران يكون عندي شركة على سبيل المثال شركة وطنية تانية أو حكومية أو شبه حكومية نطلعها أو نخلقها أو نأسسها الدولة. تأسس شركة طيران جديدة مساندة أو مساعدة لمصر للطيران، أو تزود عدد الأسطول الجوي في مصر للطيران، شراء طائرات جديدة سواء إيرباص أحدث الأنواع سواء بوينج، تزود الأسطول بدل ما يبقى عندنا 100 200 300، لا نوصل ل 500 و600 طيارة بكافة الأحجام والأنواع. أأسس شركات طيران جديدة، تشارتر طيران داخلي، طيران لرجال الأعمال برايفت جيت، طيران هوليكوبتر لرجال الأعمال المستعجلين ما عندهمش وقت يسوقوا سياراتهم على الطرق. يعني في أفكار تؤدي في النهاية إلى زيادة الدخل على الدولة، تنشيط الحركة الاقتصادية ككل، تنشيط الدخل، تنشيط السياحة، في الآخر بيعود على الفرد، على المواطن العادي اللي هيشتغل في القطاع ده، وعلى المواطن اللي ملوش علاقة بالقطاع ده عن طريق البيع والشراء وزيادة حركة السياحة. طيب الشق الثاني من الطيران والفضاء، طبعا الدولة أسست مدينة فضائية، عندنا الدكتور فاروق الباز كان قائد وكالة ناسا الأمريكية. طب إحنا عندنا العقول، عندنا العمالة، عندنا الأموال من رؤوس الأموال الاستثمارية الأجنبية اللي بتدخل. طب مدينة فضائية، طيب أنا أطلع أقمار صناعية، واللي بيتابع الحركة هيلاقي إن فعلا مصر عمالة بتطلع أقمار صناعية للاتصالات للإنترنت، أقمار عسكرية إلى آخره. لا ده أنا كمان أمشي لقدام وأطلع للمريخ، أطلع للكواكب التانية، أطلع أشوف الفضاء، يبقى عندي مؤسسة عالمية مصرية لأبحاث الفضاء
زي وكالة ناسا الفضائية أو أقوى من وكالة ناسا الفضائية. إيه اللي يمنعني أنا؟ ما يمنعنيش شيء. رؤوس الأموال اللي مستعدة للدخول في الاستثمار، يبقى أنا ما يمنعنيش أي شيء من تأسيس وكالة فضاء مصرية عالمية تقوم بإعداد الملاحين ورواد الفضاء على أعلى تدريب عالمي ودولي، تعد وتعمل أبحاث الفضاء، تقوم بإطلاق الأقمار الصناعية للأبحاث، سواء أقمار صناعية لاستخدام الاتصالات الإنترنت، أقمار صناعية عسكرية، إعداد وتأهيل الطيارين، أفتح أكاديمية عالمية عندي في مدينة الفضاء المصرية لتدريس الطيران الدولي ومنح الطيارين المتدربين عندي الرخص الدولية وإعطائهم ساعات تدريب اللي يقدروا يشتغلوا بيها، بدل ما أولادنا يسافروا أمريكا يدرسوا طيران أو يسافروا أستراليا أو أوروبا أو إكس واي زد من البلدان. لأ، يبقى طالما أنا عندي الاستثمار الأجنبي المباشر اللي أقدر أدخله في قطاع الطيران والفضاء، أنا اتكلمت عن الطيران سواء تأسيس مطارات أو شراء أسطول طائرات أو تأسيس شركات طيران حكومية أو شبه حكومية، عندي قطاع مهم جدا هو قطاع الفضاء، وكالة فضائية مصرية عالمية، أبحاث فضائية عالمية على مستوى دولي، أكاديمية للطيران في محطة دولية فوق في الفضاء، محطة أمريكية روسية والصينيين طالعين، طب ما أطلع أناطح الكبار في المحطة الدولية، إيه اللي يمنعني طالما في عندي استثمارات؟ أنا كان زمان ما فيش عندي إدارة لجذب الاستثمارات الأجنبية أو الاستثمارات الإقليمية العربية، لا دلوقتي أنا بقيت لاعب دولي فاعل في جذب الاستثمارات اللي بيها أقوم وأنهض في مجال الفضاء. طب الخلاصة أو النتيجة هيعود إيه على الدولة؟ هيعود إيه على مؤسسات الدولة؟ هيعود إيه على الفرد المواطن المصري؟ أولا أنا هتحط على الخريطة العالمية في صناعة الطيران، في صناعة رواد الفضاء، في صناعة أمهر الطيارين الدوليين، هتحط في الخريطة الفضائية العالمية لأبحاث الفضاء، هطلع أبعت الرواد بتوعي فوق لاستكشاف الكواكب الأخرى، الإمارات العربية المتحدة بعتت الرواد بتوعها فوق للمريخ، أتمنى إنه قريبا نشوف عندنا وكالة فضائية عالمية تضاهي وكالة ناسا الفضائية، بل أقوى منها وكالة الفضاء الروسية، بل أقوى منها وكالة الفضاء الصينية، بل أقوى منها، وإحنا عندنا العقول، عندنا المهارات، عندنا الكوادر اللي تؤهلنا لكده، وإحنا نستحق إن إحنا نكون في مصاف الدول اللي سبقتنا للفضاء. اللي كان ناقصنا الاستثمارات، الفند، رؤوس الأموال، ورؤوس الأموال متوفرة الآن بفضل السياسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بفضل القيادة السياسية الحكيمة اللي ربنا اداها لنا هدية. طبعا وكالة الفضاء المصرية موجودة، مدينة الفضاء المصرية موجودة، في الآخر المعادلة عشان نرجع لأصل العنوان بتاع الحلقة، تأثير
الاستثمار الاجنبي المباشر على الدول النامية، هنلاقي انه الدولة ككل الاقتصاد فيها اتحرك، قطاع الطيران فيها اتحرك، قطاع الفضاء فيها اتحرك لمؤشرات ايجابية، كوادر اشتغلت في المجال ده، مدخولات دخلت لينا كدولة كمؤسسات وكأفراد. يبقى ده ساهم في ايه؟ ان الاقتصاد ومؤشراته تطلع وتكون ايجابية. طبعا مجال ممكن اتكلم فيه اللي هو مجال صناعة السفن. تأثير الاستثمار الاجنبي المباشر على صناعة السفن وصناعة الغواصات وصناعة الأساطيل أو الأساطيل البحرية في أعالي البحار. أول استثمار في المجال صناعة السفن وصناعة الغواصات وصناعة أساطيل السفن في أعالي البحار، زي ما اتكلمنا على الاستثمار الأجنبي المباشر في الطيران وفي الفضاء، في قطاع من ضمن قطاعات الصناعة هو صناعة السفن، صناعة الغواصات، صناعة أساطيل سفن الصيد. طبعا المجال ده مجال قوي، إحدى المجالات الصناعية القوية اللي تدعم اقتصاد اي دولة، والحمد لله ربنا ادانا موقع جغرافي مش موجود عند دول كتير. عندنا سواحل ممتدة على البحر الابيض المتوسط، سواحل على البحر الاحمر، غير طبعا نهر النيل. طيب اعالي البحار، المحيطات، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي، المحيط الشمالي، المتجمد الجنوبي، الأعالي البحار، المياه الدولية، يعني أي دولة مصرح ليها إن هي تطلع أسطولها للصيد في المياه الدولية بغض النظر عن المحيطات. طيب طالما أنا عندي استثمار أجنبي مباشر جاهز وأصبح عندنا بفضل القيادة الحكيمة والإدارة اللي ماسكة الدولة حاليا فريق واعي لجذب رؤوس الأموال الإقليمية أو الدولية للاستثمار المباشر عندنا في بلدنا في جمهورية مصر العربية. فلو هنتكلم عن تخصيص رؤوس الأموال لصناعة السفن، ده أنا كده باخد براند دولي لصناعة السفن بحطه عندي سواء في الساحل الشمالي أو في الساحل الشرقي، وبصنع سفن. ده هيعمل إيه؟ هيزود رقم واحد عدد العمالة المصرية، الكوادر، الإدارة أعدادها هتزيد. ده هيزود المدخول اللي هيعود على قطاع صناعة السفن في الدولة. ليه؟ لأنه أنا بعد ما أصنع السفينة، بعد ما أكفي استهلاك المحلي سواء كان استهلاك مدني، يعني هستخدم السفينة اللي هصنعها عندي لنقل ركاب أو نقل بضائع أو صيد سفن، لا ده أنا هبدأ بالتصدير. فأنا لما أفعل قطاع صناعة السفن عندي، وده تم بالفعل، كبرى الشركات الألمانية وقعت مع الحكومة المصرية في قطاع صناعة السفن وصناعة الغواصات، ده هيزود عندي الدخل، هيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، هيديني قوة للدولة، قوة سواء قوة مدنية أو قوة عسكرية أو قوة اقتصادية. طيب يبقى لما نيجي نطبق الكلام ده على
المعادلة الأساسية بتاعت عنوان الحلقة، اللي هو تأثير الاستثمار الأجنبي على المباشر على الدول النامية. أنا اخترت قطاع اللي هو قطاع صناعة السفن. طيب يعني أنا بزود المؤشرات الإيجابية اللي بتطلع من المؤسسات المالية العالمية بسبب تسخير رؤوس أموال كاستثمار في قطاع الصناعة بتاع السفن، زائد إن أنا زودت مدخول الفرد عن طريق العمالة وعن طريق الكوادر الإدارية وعن طريق الإنتاج نفسه. طيب ده غير البضائع، ده فيه أساطير اللي هي الصيد. اليابان بتيجي تصطاد في المحيط الهندي تحت على سواحل الصومال في المية الدولية القريبة من الصومال، علشان تلاقي التيارات المية الدافية مع تيارات المية الباردة، وهناك ناحية موريتانيا في المحيط الأطلسي برضو تلاقي تيارات المية الدافية مع الباردة، ثروة سمكية هائلة. أنا مش مجرد سفن بتصطاد، دي مصانع تعليب أسماك عائمة على سطح البحار والمحيطات. السفينة فيها الأدوات والإمكانيات إن تصطاد السمك، تقطع تعلم يطلع المنتج التونة على سبيل المثال. مصنع عائم، اليابان حط أساطيلها تحت. طب إحنا نسخر الاستثمارات المباشرة الأجنبية، أعمل أساطيل زي أساطيل اليابان أحطها في المحيط الأطلسي ناحية موريتانيا، أحطها تحت في المحيط الهندي ناحية الصومال وأفريقيا، أصدر بقى، أبدأ أصدر الأسماك المعلبة دي، أصدرها للعالم كله، أغذي الأسواق الأفريقية، الأسواق الآسيوية، الأسواق الأوروبية. ده هيعود في الآخر بالربح على طرفين المعادلة، أصحاب رؤوس الأموال وعلى الدولة بمؤسساتها وأفرادها. طيب احنا اتكلمنا على صناعة السفن بتاعة نقل البضائع أو نقل الركاب، أو اللي هي أساطيل الصيد. قبل ما أطلع من الجزئية بتاعة صناعة السفن، هتكلم على صناعة الغواصات. طبعا اللي متابع هيشوف كبرى الشركات العالمية الأوروبية الألمانية الإيطالية غيرها وغيرها، وقعنا الحمد لله بفضل السياسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي على نقل تكنولوجيا صناعة الغواصات والسفن الألمانية عندنا في مصر. يعني زي اللي فتحنا كده برانش أو فرع لتصنيع الغواصات عندنا في مصر. طب ده هيفيدنا بإيه؟ أنا لما يبقى عندي استثمار جاي مؤسسات عالمية حكومية أو شبه حكومية أو خاصة جاية بتقول إحنا عايزين نستثمر مع الحكومة المصرية، طيب ده هيفيدني بإيه؟ في قطاع صناعة الغواصات، باعتبار إن أنا أخدت براند أوروبي وبصنعه عندي في مصر، ده هيضيف لقوة الدولة الاقتصادية، هيضيف لقوة الدولة العسكرية. طب نتكلم عن القوة الاقتصادية، ده كده يعني المصانع اللي بتتفتح، العمالة اللي بتشتغل، الكوادر الإدارية، تغطية الاستهلاك المحلي كدولة من الغواصات، وبعد كده هطلع وأصدر. ده كده يعني أنا اتفرضت على الخريطة العالمية في قطاع صناعة السفن والغواصات. طبعا احنا عددنا الفوائد اللي هتعود على طرفين المعادلة، أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة كاستثمار أجنبي مباشر، سواء كانت جهات استثمار عالمية أو مؤسسات يعني حكومية أو قطاع خاص أو شبه حكومية دولية أو حتى أفراد، هيبقى ليهم في نهاية المعادلة أو في نهاية الدورة المالية بتاعة الاستثمار، هيبقى ليهم استرجاع أصل رأس المال زائد الربح.
واللي عاد على الدولة إقامة مصانع فرضها على الخريطة العالمية في قطاع صناعة السفن والغواصات، زيادة عدد العمالة، فتح بيوت جديدة، زيادة الدخل من الناتج من التصدير. يبقى كده ده كله أدى إلى إيه؟ إنه عجلة الاقتصاد دارت. المؤسسات المالية العالمية زي موديز زي فيتش إدت مؤشرات إيجابية. العالم كله أصبح بينظر للدولة دي. أنا بتكلم بصفة عامة على الدول النامية، بس أخدت نموذج على مصر. أصبح بينظر إليها إن هي الاقتصاد بتاعها بيتطور بشهادة مؤسسات مالية دولية وعالمية. يبقى كده لو رجعنا لأصل عنوان الحلقة اللي هو تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الدول النامية، هنلاقي إنه النتيجة إيجابية على الطرفين. طيب أنا دلوقتي اتكلمت على الفورميولا أو المعادلة بتاعت الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره على الدول النامية، سواء كانت الحكومة أو مؤسسات الدولة أو الأفراد. اتكلمت في الزراعة، اتكلمت في الصناعة، اتكلمت في التجارة البينية، وأشرت إلى فوائد الاستثمار الأجنبي على كل القطاعات. وفي الصناعة اتكلمنا عن صناعة الطيارات والفضاء، صناعة السيارات، على الصناعات الغذائية، على صناعة السفن والغواصات، والفوائد اللي بتعود على القطاع الاقتصادي، القطاع العسكري، على الفرد، على المؤسسات. طيب يبقى اذا كده احنا متفقين كلنا انه المعادلة نتيجتها ايجابية، اللي هو الاستثمار الاجنبي المباشر تأثيره على الدول النامية تأثير ايجابي، مفيش تأثيرات سلبية. وبديت الحلقة بالكلام على المناخ والبيئة الخصبة للاستثمار، ووجهت رسالة للمسؤولين سواء أساتذة جامعة أو مسؤول في الوزارة أو صاحب قرار، باستنان قوانين تحفظ رأس المال الأجنبي، قوانين تقلل من البيروقراطية ومن الروتين لسهولة دخول رؤوس الأموال المستثمرة لدفع عجلة الاقتصاد. طيب لما اجي بقى اتكلم عن بلدنا، عن جمهورية مصر العربية، وعن تطبيق كل البنود دي على مجهودات الدولة، طبعا ده كلام على ارض الواقع من بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي والادارة بتاعته لحكم البلاد وكافة القطاعات في تطور ملحوظ، بل بالعكس الرئيس نقل الدولة اللي اتعمل، ركزوا معايا في الكلام، اللي اتعمل في 150 سنة اللي مروا على تاريخ مصر من ايام الملكية لا يقارن بفترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكل القطاعات اللي اتكلمنا فيها تشهد بذلك. طبعا خليني اركز الكلام على الاستثمارات، يعني زي ما اسلفت وزيرة التعاون الدولي ما بتبخلش باي مجهود، السيدة رانيا المشاط قايمة بمجهودات جبارة بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب ده أدى إلى إيه؟ إن مصر عمالة بتتنقل نقلة نوعية، نقلة تاريخية في كافة القطاعات، في توفير رؤوس الأموال كاستثمارات إقليمية من المنطقة العربية أو استثمارات دولية وعالمية، وتسهيل البيئة الخصبة
لحماية وتفعيل دور الاستثمارات في مصر، وده الترجم على أرض الواقع. ده الترجم على أرض الواقع، يعني في كافة المجالات، مجالات صناعية، مجالات زراعية، مجالات فضائية، مجالات سفن، مجالات صحة، مجالات عناية بالفرد، مجالات التعليم. الجامعات الأجنبية أصبحت بتتهافت على إنه تدخل عندنا في مصر، جامعات بريطانية، جامعات كندية، فرنسية، ألمانية، كافة الجامعات العالمية بتتهافت على إنها تدخل عندنا في مصر، والعاصمة الإدارية تشهد بافتتاح الجامعات الأجنبية دي وانتظام الدراسة فيها. منظومة التعليم هتبقى منظومة عالمية في مصر. يبقى كده عندنا الموضوع، المعادلة مكتملة من كافة الجوانب، منظومة الاستثمار الأجنبي وأثره على الدولة في الصناعات، في الزراعة، في الفضاء، في السفن، في التعليم. أصبح كده أنا مش هبعت ابني ولا بنتي يدرسوا بره في أمريكا أو في بريطانيا أو في أي دولة آسيوية، لا، أنا هخلي ابني أو بنتي يدرسوا في مصر، لأنه الجامعات العالمية اللي أنا كنت زمان ببعت ابني عليها أو بنتي جات لي لحد عندي، فبدل ما أصفر ابني أو بنتي لا، أعلمهم في مصر، والشهادة هتبقى شهادة عالمية الريت بتاعها عالي. كل ده نتيجة لمجهود جبار بقاله أكتر من 7 سنين منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي والإدارة بتاعته حكم البلاد. أصبحنا في تطور دائم، تطور دائم، سواء في الاستثمار، سواء في السياسة الخارجية، في السياسة الداخلية. يعني هدي نبذة مختصرة عن السياسة الداخلية، يعني اتكلم عن ايه؟ اتكلم عن صحة 100 مليون صحة، ولا اتكلم على تطعيم، حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، ولا اتكلم عن حملات الصحة للسيدات، لسيدات مصر، ولا الاطفال مصر، ولا الكبار السن، ولا اتكلم عن مبادرة حياة كريمة، ولا أتكلم عن مبادرة أهل الخير، ولا أتكلم عن إيه؟ إذا قعدت أتكلم عن السياسة الداخلية لسيادة الرئيس، السياسة الداخلية جوه مصر، الرئيس حط المواطن المصري هدف قدامه لتطوير الإنسان ده، لتطوير المواطن، تطويره انه يبقى عايش حياة كريمة، سواء بدعمه تعليميا، دعمه اقتصاديا، انتشاله من الاحياء العشوائية اللي هو عايش فيها، تقديم بيوت جاهزة او ترميم البيوت لاهالينا في الارياف. طبعا انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكر الإدارة بتاعته القائمة واللي المجهود بتاعهم ليل نهار، وده ظاهر للعيان. الوزراء بينزلوا، مش قاعدين على مكاتبهم، بينزلوا بيشوفوا اللي بيحصل في الشارع. الرئيس بنفسه بينزل بيشوف اللي بيحصل في الشارع، يعني كتر خيره باللي هو بيعمله، وربنا يعينه علينا. يعني مجهودات مقامة للمواطن المصري، سياسة داخلية، سياسة خارجية رائعة، سياسة
دولية رجعت مصر إن هي تبقى لاعب أساسي في المنطقة وفي العالم كله. الحمد لله طورنا في كل المجالات، وضع مصر على الخارطة العالمية، رجعها كلاعب دولي في منطقتها العربية، في منطقتها الشرق أوسطية، في منطقتها الإقليمية، في العالم كله. رجع مصر تاني كلاعب فاعل ليها دورها وليها تأثيرها. طبعا ده بفضل السياسات اللي سيادته بينفذها على أرض الواقع. أنا مهما شكرت الرئيس أو شكرت الإدارة بتاعته، مش هوفي بالكلمات دي، مش هوفي بالكلمات دي، لأنه فعلا المجهود جبار واللي بيتعمل محدش أبدا يقدر ينكره على أرض الواقع. 2030 جاية، احنا في 2021 وخلاص كلها شهرين وندخل في 2022، بس 2030 جاية، والكلام ده أرجو إن بعد 7 سنين تتفرجوا على الفيديو ده وعلى الحلقة دي وتفتكروا الكلام اللي كان بيتقال. لما نبقى سادس أغنى دولة في الكرة الأرضية، يبقى الكلام ده مش من فراغ، الكلام ده بجد من مجهودات جبارة لإدارة لدولة بحجم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي. بندعي له، ربنا يبارك له وربنا يوفقه، وإنه نوصل معاه لقمة الهرم ونبقى دولة من الدول العظمى في العالم. نوعدكم بحلقة جديدة إن شاء الله هنتكلم فيها عن موضوع يتعلق بالاستثمار، موضوع هيكون رائع، وهنتكلم فيه شوية عن الادخار وعن زرع ثقافة الادخار في الجيل الجديد، في ابنك وبنتك ازرع فيهم ثقافة الادخار، وبعديها علمه لما يكبر شوية يعني ايه استثمار. تحياتي ليكم وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.